لا تحزن، الله يخبره أن لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا. وأبو بكر يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، قال لا تحزن ما عليك إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت من مضاعفة من الدروع أو عار من الأطم. فخرج وإذا بسراقة خلفه، يقول سراقة بن مالك كنت خلف النبي إذا سار بيني وبينه مسافة فرس سقط وسقط فرس، يعني بيني وبينه مترين متر ونص تقريبا، إذا قربت عند الرسول سقط فرسي. فقال سراقة والله يا محمد إني أعلم أنك رجل ممنوع لا يمكن أصل إليك، لكني أريد أن أرجع إلى قومي بشيء، أنا وعدتهم أني أجيبهم أجيبك لهم حي ولا ميت. قال النبي له ارجع يا سراقة. قال طيب عطني شيء لا تفشلني، هم وعدوني بمئة ناقة ولو رجعت القريش وقلت أني رأيتك ولا مسكتك كذبوني، فأعطني دليل أني شفتك أنت لا تكذب. فقال له رسول الله يا سراقة عد إليهم وقل لهم إن محمد يعدك سواري كسرى. قال له كسرى من؟ أنت من حاش أنت رفيقك لحالكم، كسرى من؟ في كسرى غير كسرى الفرس؟ قال هو أعمى سبى سراقة بن مالك ترى ما أسلم إلا يوم فتح مكة، يقول لما أقدم محمد منتصر فاتح معه جيش عرمرم، يقول ونظرت إليه وأبو سفيان يقف على الجبل فإذا بأبي سفيان يقول والله لو دخل محمد شبرا لقطعته بسيفي هذين. والرسول يدخل يقول للصحابة لا يتكلم منكم أحد ولا تحدثوا فيهم شيئا، اتركوا الأمر لله ولرسوله. والصحابة سكوت وأبو سفيان ماسك السيفين وتحداك يا محمد تدخل. فلما أقبل الرسول أبو سفيان ماسك سيفين وراه جيش. قال النبي الحكمة والعقل وبعد النظر، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس، يقصد قريش، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار فهو آمن. أبو سفيان ماسك سيوف، الرسول يقول يدخل بيتك ترى ما راح نقول له شيء. فاستحى وأنزل سيفين، التفت على العباس قال أسمعت ماذا قال؟ قال سمعته. قال أيقصدني أنا المعني؟ قال والله أنت المعني. قال أفي دين محمد هذا؟ هل محمد ينزل الناس منازلهم؟ قال العباس نعم. فقام سراقة والتفت للحوار بين اثنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص أيقن أنه صاحب قوة. ولما خرج النبي من الكعبة أبو سفيان بغى الإسلام، قال العباس أتراني لو ذهبت إلى محمد أطلب دينه أيقبلني؟ قال نعم. قال كيف يقبلني وأنا طردته من بلده وهجرته وتكلمت عليه وآذيته وقتلت أصحابه؟ قال اذهب إليه وإذا وقفت أمامه قل له ما قال إخوة يوسف ليوسف. قالوا إيش قالوا له؟ قال قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وإن لم يستمع فكررها عليه. يقول أتيت النبي قلت يا محمد هذا أبو سفيان إني أريد أن أدخل في دينك، إني رأيت من دينك ما لم أره في ديني. فالتفت الرسول صدعا لأنه متأذي منه، ويلتفت أبو سفيان على الجبل يناظر العباس وهو يشير إليه كما في البخاري يقول أعد أعد كلامك. قال يا محمد إني أريد دينك، ثم قال أقول لك ما قال إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ثم كررها ثلاثا ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه وقال كلمته الشهيرة المدوية لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليك يا أبو سفيان، قتلتنا وطردتنا وتكلمت علينا وقلت فينا ما قلت، لكنك اليوم أتيت إلى دين الرحم وإلى رحمة وسعت كل شيء، رحمة الله جلت قدرته، نحن واثقون بنصر الله. لا تحزن، الله يخبره أن لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا.